هذا وقد علق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على القانون المتعلق بمعهد الذاكرة الوطنية في بولندا الذي اعتمده مجلس الشيوخ البولندي، فقال إنه لا يتفق مع مبادئ الشراكة. من خلال صفحته على الفيسبوك أعرب الرئيس الأوكراني عن بالغ قلقه إزاء قرار البرلمان البولندي، مشيرا إلى أن البنود الواردة في هذا القرار متحيزة وغير مقبولة. وأضاف بوروشينكو بأن الحقيقة التاريخية تتطلب حوارا صريحا وبلا قيود.